حق الطفولة صحة عندكم بذل جهدك. مرحبا بكم في حصتكم ولادنا تحت جناحنا. اليوم راح نتكلموا على تحضير الامتحان، كيفاش الطفل ممكن يحضر الامتحان تاعو بطريقة سليمة. والبرنامج هو عدة مواد نسلكها ونعرفها، ولازم يكون عندي كل الكراريس تاعي، ماشي يكون راسي تبحر لي ولا سلفته. لما تقترب الامتحانات تعرف ايش يديروا؟ يديروا اجتماع مع اولياء التلاميذ بدون تلاميذ. بالضبط، مع الاولياء. اذا برافو بنتي، وجدنا لك هذا المكتب الجميل تروحي دير فيه الواجبات تاعك. بما ان اولادنا على ابواب الامتحانات، حصتكم الاسبوعيه اولادنا تحت جناحنا تتطرق لهذا الموضوع المهم، وهو كيفاش انتوما يا اولياء تقدروا تساعدوا اولادكم باش يحضروا نفوسهم للامتحانات بالطريقه السليمه. الأخصائيين اللي حاضرين معنا راح ينوروكم كيفاش تقدروا تساعدوا ولادكم باش يحضروا لهذه الامتحانات. إذا انتظرونا في الأسبوع المقبل في هذا الموضوع المهم جدا اللي هو تحضير الامتحان. إن شاء الله ربي يوفق كاع ولادنا بالنجاح إن شاء الله. الامتحان يحضر طيلة السنة وطيلة المشوار الدراسي، ماشي في آخر وهلة. ابذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان، عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان.